عندما اشتركت في الفيسبوك وبدأت يعني دعوات المشاركة تأتي، و لا أعرف يعني بعض الأشخاص للأسف اتضح أن لديهم يعني أجندات وأفكار معينة، وحتى صارت ليست فقط وحدي في هذا، يعني زميلات لي وزملاء بدأنا نتعرض لتهديدات ولكلام من نوع آخر لا يعني لم أكن أرغب في أن أستمر فيه، فوجدت أن ربما هذه الفترة ليست مناسبة لي في الانضمام لمواقع التواصل الإلكتروني.